يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن القزع مكروه، فهل هو كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ المتأخرون من الفقهاء إذا قالوا يكره يريدون كراهة التنزيه، أما المتقدمون إذا قالوا يكره يريدون التحريم، لأن الكراهة جاءت بمعنى التحريم في القرآن. قال تعالى: لا تدعوا مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذكر الشرك وذكر أكل مال اليتيم وذكر الزنا وذكر الربا وذكر أشياء كثيرة، ثم قال ذكر أكل مال اليتيم وذكر أشياء كثيرة ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. فالكراهية في عرف المتقدمين للتحريم، وفي عرف المتأخرين كراهة التنزيه. نعم.